ازيكم يا عاهرات؟ عاملين ايه؟ ياللي لحم اكتفنا من خيركم، ياللي من غيركم نقفل الكباريه ده خالص، محدش هيجي. عاملين ايه؟ اهلا يا خواجه. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا بيك انت. ازيك يا اصناف؟ اخبارك ايه؟ تمام. ده اسمك ولا اسم حد تاني؟ اسمي والله يا خواجه. وازيك يا مفاتن؟ ازيك يا كاريوكي، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كويسه يا اخويا الحمد لله. انت شغاله ايه عندنا هنا يا حبيبتي؟ فتاه ليه؟ طب دي شغلانه خرام. شغلانه خرام، اشتغلي شغلانه خلال تكسبي منها، عيالك لسه صغننين. ليه يا حبيبتي الشغلانه دي؟ توبي. ازاي بس ازاي؟ انت هتعملي لي زي صباح المغنيه، كل ما اقول لها توبي تقول بيقولوا لي توبي. ازاي بس ازاي؟ هي نيتها من جوه مش عايزه، هي مش حابه توب. هي من صغرها تقول لك من صغرنا واحنا بنبني عشنا مع بقية، من وهي صغيره ضايعه. ليه تدمري مستقبلك؟ انت لسه صغننه يا حبيبتي. طب اعمل ايه طيب؟ توبي. لا مش هتوب. توبي. مش هتوب. هتوبي امتى؟ محدش هيقول لك توبي غيري في المكان ده. اسمعي الكلام يا حبيبتي، اسمعي. مش هتوب، مش هتوب بقى على الله. طب بقول لك ايه يا خواجه؟ ايه يا حبيبتي؟ ما تيجي انت معايا النهارده ونتوب انا وانت بكره. انت تصدقي بالله؟ انت تعلمي العفه. انا مش عارف جايبك ليه في الكباريه دي، غلطه، غلطه مني. اتنيل امشي اما تشوف العمده مزنوق جوه في الحمام بقاله ساعه مش راضي يطلع. انت يا خماره. اوعى ايدك. ايه؟ انت عايزة ايه؟ ما تمسكنيش كده. تعالي يا خمارة بس كده. عايزة ايه؟ عايزة ايه انت اللي عايزة ايه؟ انت ما تعرفش انا مين؟ تاني اللي حاربت الانجليز في الحملة الانجليزية، وحاربت البريطانيين في الحملة البريطانية، وحاربت البيزنطيين في الحملة البيزنطينية، وحاربت الناموس في باب الشعرية. ايه ده؟ انت ايه اللي انت لابسه ده يا عمر؟ ده كارينا. الله يخرب بيت الانجليز والحاجات اللي بيجيبوها معاهم وهم جايين. هم الثلاث دول اللي قالوا لي، قالوا لي عايز تبقى عمدة مارينا البس كريمة. انت جاي، انت عمدة لعبة ولا ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ بقول لك ايه يا عمدة؟ كل الزباين مش موجودين، ما فاضلش هنا في الكباريه غيرنا احنا والاسطى بديع وسبع السباع يا عمدة. مين يا بنت سبع السباع ده؟ انت خمارة؟ انتي خمارة اكيد بيضحكوا عليكي. سبع السباع ده يعني بيعكسوكي عشان يسرقوكي في محصول القطن يا غبية. والله؟ اه والله يا خبيبي. يا بنت انا، طب الله العظيم كلامك صح. ايوه يا خبيبي، هضحك عليك ليه؟ والله يبقى لهم حق، انا بايع القطن اصلا وجاي هنا عشان خاطر اقعد معاهم. تصدق بالله؟ لا اله الا الله يا خبيبي. ست الناس مرات اللي في البيت شبهك بالظبط. طب هيضحكوا عليكي وهياخدوا منك محصول القطن، فهمت؟ يبقى لك الحلاوه لو عملوا كده. انت خماره، بقول لك هيضحكوا عليكي، انت مخك زنخ. طب انا قلت لك بقى انا اللي عايزهم يعملوا كده، انت مالك انت؟ ليه ده؟ انا طالع معاهم، عايز حاجه؟ ربنا يخليك. يلا بقى يا عمده. يلا يلا. لو حد سال عليا اقول لهم بيغير زيت. يلا بقى. يلا بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ والله العظيم العمده ده شكله هيجيب البلد دي في داهيه. لا حول الله يا رب. انت يا ده عثمان، يا عثمان الحقنا، عثمان انت فين؟ يا ده عثمان، يا ده عثمان. بس بس يهرب بيتك، يهرب بيتك. انت ساكت؟ انا هنا ما اسميش عثمان. امال اسمك ايه؟ اسمي جول اشقر. اشقر ده انت انهارك استغفر الله العظيم. ايه ده؟ ايه ايه؟ شوت شوت شوت. ايه مالك؟ ايه ده؟ ما توترناش. الاف بي اي بيجروا ورايا، والدبليو دبليو اي بيجروا ورايا، وجون سينا بيجري ورايا، وعمال يعمل لي كده اهو. طب وانت عملت ايه؟ عملت له كده اهو. فادي جيزه يا اسطى. ايه الدماغ دي؟ معقوله كان في بانجو ايام الانجليز؟ انت ايه الدماغ دي عاملها ازاي؟ بهدلوني يا عثمان وانا بهرب من الكامب الانجليزي. العساكر ولاد الكامب ضربوا عليا صاروخ. جه في قلبك؟ لا جه في كامب اليمين هنا. بص بقى، انا عايز اتوب يا عثمان، عايز اتوب وانضف وابني اسره. مش انا خطبت البت سماح؟
يا عمي سماه دي مصر كلها ماشيه معاه. ما تكبرش الموضوع، هي مصر قد ايه يعني؟ اتفضل يا معلم اوراني اتفضل. هو ده بقى الكازينو؟ اه. طيب فين بقى الراقصات والغواني والحاجات الحلوه دي؟ الراقصات بيجتهدوا جوه. اشحني ب 10 جنيه. يا نايب على لبسك، حتى تشرب كونياك ولا بيره؟ يا نهار استغفر الله العظيم، كده هنروح النار. كونياك وبيره. امال تشرب ايه؟ هات كاس تكيلا. بس دي تبقى تكيلا عليك يا معلم. انا اسف اسف. بقول لك يا معلم، انت جبت لي سلاح ولا خش في المهم؟ رحت الكامب امبارح لقيت لك عرض نازل تحفه، تاخد 2 مسدس ساقيه عليهم مسدس ميه هديه. انت رحت الكامب ولا رحت بيتزا كينج؟ ما قال لي 2 وتاخد عليهم 1. يا ابني انا توبت وبسرق عشانك انت. سرقتني ازاي؟ بص بقى شوف الخطه. خدت في ايدي بطيخه وانا داخل، اول ما دخلت فضيت كل اللي جواها، حطيت لب البطيخ في جيبي عشان تبقى فاضيه اشيل اللي انا عاوزه. تحط في البطيخه المسروقات؟ اه. يا ولعبان، بس دي يا دوب تشيل شويه رصاص. مين قال لك؟ ده انا مهرب فيها دبابه وكيس زبيب. دبابه جوه البطيخه وكيس زبيب؟ انت تقرب لواحد اسمه ابو العربي الفشار ده؟ اه ابويا. عرفتك، كمل كمل. ما قربتش طياره جنب الدبابه؟ طياره جوه البطيخه؟ ايه الاوفر ده؟ لا دي هربتها في جيب الكلسون اللي ورا. طب ما هربتش غواصات قبل كده؟ لا يا عم دي كبيره عليا دي. ليه يا عم؟ تعالى وانا ما بعرفش اكذب. اقول لك يا سلام، تجيب فراولايه ما تاكلهاش، وتجيب تفاحايه وموزايه ومانجايه تقطع كله شوب فخفخينه تقعد برينز. والغواصه ما تفكر بقى تسرق زي وانت بتشرب، مش عملت لك فخفخينه؟ انت بتهزر بقى. انا قاعد عملته عشانك. عملت ايه عشانك؟ عملت ايه عشانك؟ ما انا طالع بالبطيخه كشفوني، ضربوا عليا نار. اسكت. لا ما سكتش. رحت ماسك البطيخه عاملها خوذه، طلعت الدبابه رميت لها اللب، هي تضرب وناكل في الزبيب، هي تضرب وناكل في الزبيب، هي تضرب وناكل في الزبيب. وعملت ايه؟ قلعت النضاره ال 3 دي واستمتعت بالفيلم. كده. والله انت جاي تشتغلني يا معلم. ليه يا عم؟ انت جاي تجيب لي سلاح ولا جاي تقعد تحكي لي قصص خرافيه؟ بص بقى، ده انا جبت لك نقاوت الغالي. وري ايه ده؟ امسك ايه ده؟ ايه انا امسك يد وجبك كده يا ياض؟ اه ده اللي هقتل بيه. لا ما تقتلنيش كده، اخش النار. ليه؟ جيبي مليان افيون لسه ما وزعتوش. يا عم انا ما بيعرفش يضرب نار. يا نهار استغفر الله العظيم. انت جاي تتوب هنا؟ انا مال انا ما بيعرفش يضرب نار، اعمل ايه؟ مش تقول يا عثمان. بص انا ابعت لك واد خلاصه يجيب من الاخر. آه. تمام، يقعد هنا في وسط الزباين، عيونه خضرة، لونه ابيض شق اللفت، شعره اصفر. تمام، تقول له كلمه السر يضرب. وايه كلمه السر؟ حكوره. اقول له حكوره يخلصني من خليل باشا على طول. آه. هل بت انت عايز تقتل خليل باشا ليه؟ خليل باشا ده كان معذبنا كلنا انا والعيله. انت فاكر ابويا ده كان اسود نوبي؟ امال كان اسود برباط؟ انت هتهزر على ابويا؟ لا ده انا واخد بخاطرك. ابويا مات. هو كان ابويا بيضاني، كل يوم يربطه في الشجره يقعد يدهنه شوكولاته، يدهنه شوكولاته ويقعد يلحس فيه هو واهل البلد. هو الراجل اللي كان بيضان شوكولاته ده ابوك؟ انت تعرفه؟ ما انا لحست معاهم. سامحني يا عثمان. الله يرحمك يا ماما جيرسي. ماتت؟ لا ساحت. ما سابتلكوش حاجه؟ سابت لنا الغلاف. معلش معلش، ما انجلكش في حاجه وحشه. صاحب واجب يا معلم. مش انا حضرت الدفنه بتاعت امك؟ طب كانت فين؟ كانت في مقابر الكيت كات. والله طول عمرك صاحب واجب يا معلم. حبيبي حبيبي يا عثمان. بقول لك ايه يا عثمان؟ ما تعرفش ميكانيكي قريب هنا؟ ليه العربيه باظت؟ لا الطياره الهليكوبتر بتاعتي المروحه بتاعتها عماله تزن، هشيلها. طب ودي هتطير ازاي؟ هتطير من الفرحه. يا معلم سي يو عثمان سي يو. انت انت سبتني بعد ما خرجت. انا مش عايز اكمل في الخواجه. ليه؟ والله ركز فيها، تعمله سينما. والله العظيم طول ما انا جنبك ما امثل غير هنا. سينما ايه؟ اتنايل على عينك. انت ركز بس فيه. ركز. طب امال عايز تشتغل ايه؟ اشتغل مطرب بقى. ده منظر مطرب. والله انا مطرب. طب سمعني حاجه. اسمع دي. الله. سمعني حاجه تانية في قوه دي. اسمع دي، دي الجديده. لا دي عدت الكوبليه كذا مره فعملت نوع من الرخامه. اثر شويه. اثرها. اسمع دي. ها ايه ده؟ انت كلمات اغانيك تحفه. انا مشكلتي ان انا بتعامل مع مؤلف اخرس.
بس مش عايز اقول له عشان نفسيته يعني. انت جاي تعمل خير وتعرفني انا صح؟ اعمل ايه طيب؟ الراجل بيكتب كويس بس ما بيك يعني. انا عرفت انت بطلت غنى ليه؟ ليه؟ ما انت بتنزل البومات فاضيه، حد هيشتريها؟ لا 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 ما ده ده انا الطرش كلهم بيحبوني. اقعد ساكت. مين؟ طرش، مفيش اطرش ما بيسمعنيش. انت هتقرفنا. انت عايزني اعمل لك ايه دلوقتي؟ روح ولع اليافطه بتاعت الكباريه، الفرقه جايه اللي انا جايبها احسن فرقه في مصر. انا هولع في اليافطه وفي الكباريه عشان نخلص. اه والله ماشي يلا. جايب فرقه انا على حسابي، انا مش عايز اشتغل الشغلانه دي يا خالد. لا يا رب الفرقه تخش اللي انا جايبها يا رب. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. لما اقول لك تغني تغني، ما تعرفنيش من اول دلوقتي. ماشي لسه الفقرات جايه. اوكي ماشي يا حبيبي. اوكي حبيبي، مش هتبقى طويل كده والدك في الحاه. نايل على عينك. مين انت؟ انت كمان؟ انا اسمي نوال. ده انت شارع عظيم عندنا في الدقي. وعلى كده بقى في اشارات؟ اصلا انا بعشق الانتظار قوي. انت بتعشق السفاله، ابعدي عني. ومالها السفاله؟ مش احسن ما اعمل حاجه عادي يا اخويا؟ ايه ده؟ دي مغفله دي ولا ايه؟ تعالى يا عم صبيح. الباقي يخشوا. ادخل يا عم صبيح. انت عارف يا ولد، عارف يا حامد يا ابني؟ انا شفت الطيار اللي ضرب القنبله على الكازينو، لمحته بطرف عيني كده ابن اللذين ده. تعرف ده يبقى مين؟ مين؟ ابن خالد هتلر مباشره. هتلر مين يا عم صبيح؟ الراجل اللي بيحط دبانه كبيره تحت مناخيره ده، عارفه؟ شفته بعينك؟ بعيني والله، بعيني يا حامد شفته. والله والله العظيم الراجل من كتر الكذب وحلفانه الكذب ربنا شفط نظره. يقول لك والله شفته، هو اساسا مش فاهم هو فين. على فكره ده مش اعمى. امال ده ايه؟ ده كفيف. كفيف؟ اقول لك بقى كفيف ازاي. ازاي؟ كنا في خناقه، حد اداله كف، من ساعتها بقى كفيف. اوه شت شت الحزام على وسط الخير ولاي في ده. لا حول الله، انا اللي بجيبه لنفسي. انا جاي فرقه تشلني. بس اعمل ايه؟ عادوا. يلا انا عايز فرخه يا جماعه في الكباريه، عايز فرخه، عايز فرخة؟ سعاده، اغاني. اغني لك حاجه فيها فرخه؟ ايوه تعال. يلا بتعرف تغني انت؟ عيب عليك. اكتب يعني. ماشي. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا امك غلينا حاجه بالنهار. يا ليل يا الساعه بقى الفجر هيدم بسبب. احنا لسه في اول الليل. غلينا حاجه بالصبح. حاضر يلا. اديك في الارض اتفحر اديك من اجلك هذا وديك وتقول لي لماذا. الله، انت عمال تقول لي اديك، انا مش قادر اديك. اقعد اقعد، طلباتك كتير انت. معلش طلباتك كتير قوي. معلش اعذرني. طبل كويس بس انا عايز فرخه. كل اللي يا رب تموت فيا. ليه يا رب خلقتني اموت؟ ليه؟ ازيك يا بنت انصاف؟ الحمد لله على السلامه يا ناصح. الله يسلمك. العمده جه ولا لسه؟ ايه النار عليك كده يا اخويا، وكل شويه بيسال عليك. طب بقول لك ايه؟ قول. اسبقيني على المخزن عشان اجي اوريك الساعه وهي بتنور في الضلمه. عينيا. طب وانا يا ناصح مش هتوريني الساعه اللي بتنور في الضلمه؟ يا بنت انا بخاف من الضلمه اصلا. اقعدي. فين يا جدعان صاحب الكباريه ده؟ تعالى يا حبيبي، تعالى يا ناصخ يا نصاب. انت مين؟ انا مين؟ انا الخواجه صاحب الكباريه. الخواجه مين؟ انت اسمك ايه؟ الخواجه كاريوكي. كاريوكي؟ طب سمعني حاجه. لا كاريوكي موسيقى فاضيه ما فيهاش حاجه.
سمعك ايه؟ طب انا بقى ناصح. ناصح ايه؟ ما تعملش ناصح عليا. لا يا حبيبي، لو انت ناصح فعلا بحق اثبت لي. اثبت لك؟ مين بطل الدوري؟ الاهلي. ده في المستقبل، احنا زمان الزمالك بطل الدوري. يا عيني يا عيني عليك. اهو. طيب بتروح الاستاد؟ بروح الاستاد كتير جدا. وبتقعد مع الجمهور؟ طبعا. طب غني لنا حاجه. اسمعك حاجه من الاستاد؟ يلا. والنبي يا حاج والنبي يا اي فرقه. امتى الزمالك يكسب؟